طبعا بمناسبة الحديث الخاص بالأستاذ عمرو أديب وما تحدث بيه عن اللاجئين المصريين، فأنا يا أستاذ عمرو جايب لحضرتك بقى مجموعة من اللاجئين المصريين الحقيقيين بس في هولندا أمام السفارة المصرية في هولندا. تعال بقى شوف يا أستاذ عمرو كده هذا الفيديو وهؤلاء الشباب السياسيين الحقوقيين الصحفيين اللي كلهم في الحقيقة من 6 أبريل ومن كل الجماعات ومن الاشتراكيين الثوريين من كل التمثيلات التي تتخيلها في الطيف السياسي المصري، في منهم ناس ملهاش علاقة بالسياسة ولكن لما لقت المجتمع مفتوح وتستطيع أن تبعبع عن اللي هي شافته وبتشوفه قررت أن تشارك في هذه التظاهرة السلمية أمام السفارة المصرية في لاهاي. تعالوا نشوفها مع بعض. تكييفاتكم والوصول جايين نقول ان احنا مش ناسيين القضية، جايين نطالب بحرية المعتقلين اللي بيدفعوا ثمن كلمتهم، بيدفعوا شبابهم داخل سجون السيسي 11 سنة على ذكرى الانقلاب في مصر اللي خلفوا اعتقال اكتر من 60,000 معتقل غير الناس استشهدت. احنا خرجنا في 25 يناير كنا بنطالب بعيش، حرية، عدالة اجتماعية، لكن ما فيش مطلب من المطالب ده الحق دلوقتي اتحققت. بالعكس دلوقتي الناس مش عارفة تعيش في ظل الغلا وفي ظل سعر الدولار اللي وصل ليه حاجة واربعين او حاجة وخمسين تقريبا في السوق السوداء. فان احنا شايفين لحد دلوقتي كمان معاناة الشعب، حتى يعني اللي كانوا في يوم من الايام كانوا مؤيدين للي حصل دوت، لكن ادينا شفنا فعلا ان اي انقلاب عمره ما هيجيب ابدا اي نتائج ايجابية للمجتمع ولا هيوفر حياة ديمقراطية وعيشة فيها حرية وعدالة. الرسالة اللي عايز اقولها للمصريين كفاية بجد، كفاية، حلو قوي لحد كده. الراجل ده لازم يمشي ولازم يمشي دلوقتي مش بكرة. كل دقيقة بيقضيها السيسي في سلطة مصر وفي حكم مصر هي خطر على مصر، هي خطر على الأجيال الجاية. كل الأجيال الجاية هتدفع تمن الحاجات دي واللي بيعملها السيسي، أجيال جاية كتير جدا، وربنا يستر على مصر. عمال يبني في الوصول، عمال يبني في الوصول، وأنا واقف في العزب الدور. احنا جايين النهارده نطالب بحريه المعتقلين للنظام السياسي بينتقم منهم في مصر بقالنا 11 سنه. نتنازل ولن تنام لنا اعين حتى يعود الحكم الديمقراطي وتعود الحريه والديمقراطيه وتعود العداله الاجتماعيه وتعود للشخصيه المصريه كرامتها وقيمتها كما كنا نقود العالم. الحريه لكل سجين، الحريه لكل من زنازين. والله بقول للشعب المصري طول ما انت ساكت الظلم هيزيد اكتر واكتر والطغيان هيزيد اكتر واكتر والمشاكل هتزيد من اسوأ لاسوأ. جاي النهاردة عشان نقول كفاية اللي بيحصل كده. التطورات اللي بتحصل في المنطقة خطر جدا، لازم ناخد موقف، لازم نرجع تاني للعملية الديمقراطية بتاعتنا. هذا النظام جاي عن طريق انقلاب عسكري، كل شيء في انحدار ان كان اقتصاديا ولا سياسيا ولا حقوق الانسان مستبد كده، لان الاقتصاد المصري اتدمر. يعني الدولار زاد اكتر من 5-6 اضعافه، والسيسي بعد ما كان بيقول ان انتوا نور عينينا دلوقتي احنا مش لاقيين كهرباء نشوف اصلا، الشعب المصري مش لاقي كهرباء يشوف. أنا يعني مش عارف الرئيس المصري بيهني المصريين على إيه، وأنا وغيري من المصريين يعني بنقوله النهاردة على ماذا التهنئة يا رئيس الجمهورية. يعني هل التهنئة اليوم على يعني بلد وعدت إنها تكون قد الدنيا وصلت على إيدك إنها تبقى بلد كهن وأشباه دول زي ما أنت قلت بنفسك قبل كده؟